بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أولئك يا رب الذين أشرقت عليهم بشعاع من حبك لم يحتملوا السكنى بين الناس، بل ألقوا عنهم كل حب جسداني وتغربوا عن كل شيء في طلب الحبيب. تركوا الأب والأم والأخ والصديق وسعوا خلف الغنى بحبه، لأنهم أدركوا أن في قلبه لهم حب كثير وفي محبته لهم عزاء يفوق الجميع.